نيابه عن ساكني هذه المنطقه نقدم خالص الشكر الى سماحه الشيخ احمد الطرفي خادم مذهب اهل البيت عليهم السلام في افريقيا الذي بفضل الله اوجد لنا هذا البئر. نسال الله له التوفيق والنجاح دائما وابدا، وكذلك نسال الله ان يقضي حوائج الباذلين الذين بذلوا جهودهم واموالهم في ايجاد هذا البئر لنا، ونسال الله لهم الجنه الفردوس وشفاعه ابي عبد الله الحسين عليه السلام في يوم القيامه. نعم. الشيخ العمدة أو الشيخ الحلة يقدم الشكر لسماحة الشيخ، يسأل الله له التوفيق ونجاح دائما وأبدا، كذلك ساكني المنطقة إلهي ربي عجيب إلهي ربي عجيب يسألون الله له يدعون الله ساكا ما يدعون لسماحة الشيخ الأولاد وجدوا الماء ويفرحون يظهرون سرورهم لوجود هذا الماء. كل الناس يفرحون بوجود هذا البئر. الحمد لله سماحة الشيخ. شوف الأولاد يلعبون. الحمد لله. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.